تمام. هنا باشمهندس خالد الديب، والراجل ده انا بحترم اراءه جدا في العربيات يا جدعان، ادمن جروب فولكس فاجن. تمام، ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يخليك يا باشمهندس، شكرا. قول لنا رايك يا باشمهندس، انت تشتري العربيه دي؟ تاخد الخطوه؟ ما جربش في نفسي، اشتريها بعد 5 سنين بعد ما اشوف الاسعار بتاعت البتري، واشوف انتشار خطوات الشحن، واشوف الفيدباك من الناس اللي جتها شركه. لكن هي طبعا العربيه كانت ديزاين تصميم ممتاز جدا، وماتيريال خامات جيده جدا، ودوت معهود لان ده واخد علامه فولكس، فاكيد الكواليتي هيحافظوا عليها رغم ان هي معموله في الصين، بس طبعا اندر فولكس.科技在创新，安全超级震撼底台。科技在创新，安全。